السلام أصدقائي، كيفكم؟ رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. معكم أنصاري. كيف حالكم أصدقائي؟ وإن شاء الله تكونوا جميعا بخير. كيف حالكم يا الأبطال المغامرين؟ اليوم أصدقائي في عنا أكثر من استكشاف خطير، استكشافات خطيرة جدا. شو هي يا أنصاري؟ أول شغلة بالبداية رح نستكشف الممري اللي كان داخل الطيارة، الطيارة اللي سرق الشيطان ورجع لي إياها، هي وحدة. وتاني شيء رح نرجع نستكشف مكان النار. والشغلة الثالثة أصدقائي والأهم، في شغلتين كتير مهمين أنا جاي مشانهم. أولا أنا راجع على المقبرة لحتى أشوف إذا فعلا بيطلع لي جن المقابر مرة تانية ولا هو انتهى نهائيا. وتاني شيء بنفس الوقت هذا الفيديو رح روح على الغابة السوداء، هي غابة الشيطان، كمان رح شوف إذا رح يطلع لي ولا هو انتهى، مشان نعرف حتى ننهي هاي السلسلة وننطلق إن شاء الله بمغامرات جديدة وأقوى. فأولا أصدقائي خلينا نوصل هذا الفيديو لثلاثين ألف لايك، أنتوا كفوا قد الجيش الأنصاري. ويلا نبدأ بالمقطع وفرجيكم شو جايب معي أكل اليوم كتير غريب. شغلة كتير مهمة أصدقائي، كل مرة عم قلكن عليها، أنا مشاهداتي عم تصير بالملايين، لكن المشتركين عندي 200 ألف وصلوا بس. طب اللي عم يشاهدوا مقاطعي وعاجبون المحتوى ومبسوطين، ليش ما عم يضغطوا على زر الأحمر الاشتراك ويفعلوا زر الجرس مشان توصلون كل فيديوهاتي؟ واليوم في شغلة كتير مهمة يا حذركن، شو هي؟ أنا اليوم جايب لكم معي ضيفة. أنتوا دائما بتقولوا أنصاري ما بيطالع معه بنات، أنصاري ما بعرف شو، لا أنا اليوم جايب لكم معي ضيفة، وبعد شوي رح طالع إن شاء الله بالفيديو ورح أعرفكن عليها. يمكن أنتوا أغلبكن بيعرفها من زمان، بس رح أعرفكم عليها مرة ثانية. يلا أصدقائي، فأول شغلة أصدقائي رح نشوفها اليوم، أنا جايب معي أكل كتير كتير غريب والله العظيم، ولا بعمري أكلت منه ولا حتى دقته، وأنا الصراحة إذا شفت حد عم يأكل منه ما بحب ريحته، كتير بقرف يعني. فرح فرجيكم شو هو الأكل ورح جربه اليوم لأول مرة وآكل معكم. يلا أصدقائي، فمثل ما شايفين أصدقائي هذا هو الأكل، تطلعوه هي بتجي هيك بتشتريها من هون، هي كتير مشهورة الأكلة بتركيا، وبيجي معها جبنة. شايفين الجبنة هاي؟ هاي الجبنة بتفتحها وبتحطها بقلبها وبتاكلها. أنا الصراحة كتير بتضايق من ريحتها، ما بحبها، لكن رح جرب وشوف كيف رح ناكلها لأول مرة. أنا الصراحة قلت لكم ريحتها كتير بتضايق منها. فاللي بيعرف شو هي أصدقائي أو موجود عنده منه ببلده، أنا ما بتوقع أنه موجودة بكل العالم إلا بتركيا، هي الأكلة كتير مشهورة. اللي موجود يكتب لي تحت بالتعليقات، فشوفوا شلون رح نجرب ندوقها هلا. هي أوعى كان وقع قرص الجبنة، هذا قرص الجبنة مثل ما شايفين، بتحطها هيك، طلعوا كيف صارت، شايفين؟ أنا مو هيك يعني، لازم تقصها بالسكين، بس ما معي سكين، وبتدهنها من جوا. فرح نجرب ندوقها، ندوق شقفة منها يلا. أوه طلعوا، والله العظيم طيبة. أنا ليش كنت أقرف منها؟ مو من الجبنة، كنت أقرف من هاي. أنا أصدقائي هاي ريحتها كتير هيك قوية، ما بحبها يعني، فوالله هي طيبة يعني، أنا ليش ما كنت أكلها من الأول؟ خلينا نجرب مرة ثانية. بنصح فيها أصدقائي. الشغلة الثانية اللي جايبها معي هذيك المرة نسيتها، مشروبي المفضل، شايفينه؟ هي دعاية لشركة ريد بول، أصدقائي كلكم اشتروا منها والله بنصحكم فيها طيبة، لأنه شركة ريد بول أعطوني 5000 مشان أعمل هي الدعاية، بس قالوا لي اطلع واحكي عنها ومداح فيها. عم بمزح على حدا يصدق، بس والله كثير طيبة. وشو هو الأكل الثاني يا أنصاري اللي جايبه معك؟ جايب لكم شغلة أنا جبتها معي هذيك المرة لكن بشكل ثاني، كمان رح تستغربوا لأشوف إذا في عندكم منها، إذا في ببلدكم منها أو لا. هلا هي مثل ما شايفين أنا رح آكل هي الجبنة لأنه رح ضبها، عرفتوا أنا مو جوعان كثير شوي، رح أحاول آكل الجبنة مشان ما تتعبى بالكيس ورح ضبها هيك. ها؟ حطيناها بالكيس؟ والله كثير طيبة. هلا كلياتكم رح تسألوا نفسكم يا أنصاري شو هو الأكل الثاني؟ وشغلة تانية كمان رح تسألوا نفسكم عنها، انه يا انصاري وين هي اللي انت عم تقول عنها الضيفة اللي جاي على القناة؟ فرجينا اياها، خليكي هونيك قاعدة شوي، هلا بعد شوي بتطلعي على الكاميرا. هلا فرجيكم يا اصدقائي هون شو جايب معك يا انصاري. حزروا، واحد اثنين. شو هاد؟ هذا عرانيس مثل هذيك المرة لكن هذا مشوي اصدقائي. يلا خلينا ناكل منه لقمة ليكم احلى، والله بشهي عليه ملح وما ملح يا عيني. نقول بسم الله. وينه؟ صحيح ليكو شو شايل له؟ هي لجن المقابر شايل له اياها مشان يجي ياكلها هلا بعد شوي. وينك؟ ابو الشباب شكله ما في حدا هون، انا باكلها عنه. لا خلي له اياها، حرام هلا بياكلها. الاكل رائع اصدقائي، يلا خلينا نستكشف اكثر. فاصدقائي وحبايب قلبي حابين تشوفوا الضيفه اللي انا جبتها؟ يلا راح طالعها، تعالي يلا. تعي 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 ليك، شايفينها؟ شو اصدقائي؟ هي هي الضيفة. يلا رجعي روحي لهنيك. فهلا اصدقائي رح فرجيكم وين انا موجود بالضبط. طلعوا لي على هي، انتوا اغلبكم ما حدا دقق عليها وقت اللي شعلت النار، شوفوها، شايفين اصدقائي هي العلامة؟ طلعوا هي العلامة، شو بتقولوا انتوا؟ انا بالنسبة لي بظن انه هي قدم الشيطان والعلم عند الله، لانه طلعوا شكلها صاير مثل الرجل، رجل كبيرة، شايفين؟ طلعوا يلا رح نشوفها من الفضاء.
فمثل ما شفتوا اصدقائي ليكا هي الطياره صارت فوقي هلا رح تجي ليكا، انتبهوا عليها، ليكا رح تنزل لحالها اوتوماتيكيا، وهي هي قدم الشيطان، وليكا الطياره نزلت لحالها. شوفوا شفتوها، ليكا صارت الطياره وراي ترجع لحالها للمكان نفسه. فاصدقائي مثل ما شفتوا انا استكشفت وما طلع لي شيء لحد الان، بس رح فرجيكم شغله كتير مهمه، وانتم كلياتكم علقتوا لي انه يا انصاري كان في صوره شخص وقت اللي الشيطان رجع لك الطائره، كان في صوره شخص. اولا اصدقائي هذا هو، شايفين طلعت صورة عادية هاي لمكان بيسقوا المي أو شيء على روح هذا الشخص. فلا أنا غبشت هذا المكان مشان ما يطلع اسمه، لأنه حرام ما بصير إنه طالع أسماء حدا بدون ما أخذ إذنهم. فأنا وقاعد عم بطلع من المقبرة، المقبرة كتير كبيرة، لقيت شيء، تعال قال تعولة، تعال وينه راح، والله هرب خاف مني. هلا انا طالع اصدقائي من المقبره، رح احكي لكم كم شغله وبعدها انطلق لوين، على غابه الشيطان. يلا اصدقائي وفرجيكم شو في بالممري هنيك اللي طيارة سرق الشيطان، وهي لنشوف شو صورت. انا لحد الان ما فتحتها صدقا ولا عملت شي فيها ولا شفت الممري، تركته لحتى نشوفه مع بعض وننصدم مع بعض ونتفاجئ مع بعض. هلا بس وصل على الغابة انا جبت اللابتوب معي عشان اعرض لكم اياه ونشوف شو في بداخل الممري. يلا اصدقائي ننطلق. فمثل ما شايفين اصدقائي انا باخطر مكان بالغابة من هون، وقت اللي طلع لي شيطان المقابر تتذكروا القزم الصغير اللي كان ينط من هون، طلع لي اصدقائي. فهون في ختيارة مرة كبيرة ليكا ربا ناس نابلة. ايه الحمد لله، الله يجزيك الخير يا حجة، قاعدة عم تسقي مي مكان القزم، هلا القزم بنط عليها، الله يحمي ويتفع البلا عنا، هدول بيسقوا الأبور هيك وبيعتنوا فيهم، الله يجزيهم الخير. هلا أصدقائي رح أشرب مي وخسل وشي، لأنه هذا المي ما بتنشرب بتركيا، فرح أحاول إني أشرب منها، ما بتنشرب لأنه فيها كلور، بس رح نجرب مع بعض وخسل وشي لأنه الدنيا كتير شوب وصار الجو عرق يعني. رح نقول بسم الله. يلا أنا نسيت جيب معي مي، جبت ريد بول بس ما جبت مي، الريد بول بتعطش، فرح أحاول أشرب منها ونقول بسم الله. يلا طلعوا المي كتير كتير نقية، شوفوا يا عيني والله شيء لذيذ. بعد ما تشربوا مي أو بتاكلوا، في شغلة لا تنسوا تقولوها دائما، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني بدون حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، هيك بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا نتابع مغامرتنا أصدقائي. أنا بعرف إنه كلياتكم هلا متحمسين لحتى تعرفوا شو في داخل الممري، أصوات الشيطان ولا شكل الشيطان، والله أنا متحمس أكثر منكم، حروح على الغابة ونكتشف مع بعض. يلا أصدقائي. أصدقائي قبل ما أطلع من المقبرة رح أعمل تجربة كتير قوية، شايفين هذا التابوت اللي موجود هون الخشبي، هذا تبع المقبرة هنيك، كانوا يحطوا فيه أموات، رح أحاول إني أدخل فيه لمدة دقيقة كاملة وشوف شو هيك، بدي أرجع أشوف الشعور، مع إني أنا جربت هي التجربة قبل هالمرة بس كان معي صديقي، هالمرة رح أجربها وأنا لحالي، يعني شيء كتير مرعب شيء كتير بيخوف، رح اجرب ادخل لحالي داخل هذا التابوت وشوف شو الشعور واطلع اخبركم. يلا اصدقائي. فهذا التابوت اصدقائي مثل ما شايفين وهلا عم يأذن الظهر، رح اجرب اني اقعد فيه لشوف شو الشعور، والله انه شعور جميل. يلا يلا بسم الله، يلا يلا برجع لكم اصدقائي. سلام، انا رايح على الموت. شوب كتير والله شوب، اطلعوا العرق، شوفوا العرق اصدقائي، والله مو خوف ما خفت، بالعكس حاب اقعد فيه نهار كامل، بس كتير شوب، رح فرجيكم العرق، طلعوا العرق اللي عراسي، شوفوا شوفوا من الشمس كتير كتير شوب، جوا نار نار ما بتتحمل تقعد 10 ثواني. فمثل ما شايفين اصدقائي هذا هو التابوت وانا قاعد فيه، فيلا ننطلق هلا لوين، هيا بنا انصاري الى الغابه. بس رح اذكركم بشغله اصدقائي قبل ما اروح على الغابه، انا رح فرجيكم شيء كثير كان مهم هذا بحياتي، تعالوا فرجيكم اياه. يلا اصدقائي بتتذكروا هذا الفيديو، رح فرجيكم اياه، هي الوقفه اللي وقفت وفتحت ايدي هيك، هي الوقفه كان عندي 45000 مشترك، هذا الحكي من شهر واحد فقط، ولله الحمد رح ارجع اوقف نفس هي الوقفه وانا عندي 200000 مشترك، كفو عليكم يا جيش الانصاري الابطال، والله انتم ابطال، بنشد الظهر فيكم، ورح ارجع اوقفها وقت اللي يصير مليون. يلا لكفوا عليكم يا جيش الأنصاري، إن شاء الله اللي جاي رح يكون أقوى ورح يكون شيء ما حدا شافه وأول حدا بيعمله هو الأنصاري. أنتوا عنكم ثقة فيني كتير عالية وأنا مستحيل إني دمر هاي الثقة اللي بيناتنا، أنتوا بتثقوا بالأنصاري وبمحتواه، الشيء اللي رح يجي إن شاء الله رح يفاجئكم أكثر ما أنتوا بتتوقعوا بعائلكم. هلأ صار لازم ننطلق للغابة ونشوف شو في موجود داخل الممر. يلا هلأ أنا دخلت لوين يا أنصاري؟ دخلت لحمامات المقبرة،
طبعا ما في استكشاف هون، بس رح فرجيكم. شوفوا ما شاء الله الجمالية كيف، يعني جد الأتراك ما شاء الله عليهم بكل شيء، فنانين نظايفيين. فيلا رح أجرب أني أغسل شعراتي وراسي لأني أنا كتير شوبت. هلا رح أغسل لأني كتير شوبت أصدقائي. شوفوا العراء، الجو اليوم درجة الحرارة مليون، الله يجيرنا من نار جهنم. يلا سلحوا النظارات أنصاري. هاي خلصنا أصدقائي وغسلنا، وحان الوقت للانطلاق الى الغابه لنستكشف شو في بالممري. يلا اصدقائي، فمثل ما شايفين اصدقائي حاولت اني شغل الطياره هلا وطيرها هيك، صور لكم حجم الغابه. هي الغابه السوداء، غابه الشيطان، فمنعوني اني طير الطياره او حتى تشتغل ابدا. ليش؟ لانه في مطار كتير كتير قريب علي، فممنوع اني. فرح فرجيكم هلا شوفوا شلون. طلعوا اصدقائي هون، طلعوا المطار قديش قريب. هلا بندخل هون على الخريطه مثل ما شايفين، بنكبر شوي هيك، طلعوا. بعد ما نكبر اصدقائي بيطلع لنا اشارة اكس، شايفين الاشارة هاي؟ رح حاول اني زوم لكم عليها. هاي اشارة الاكس اصدقائي، هاي المطار. شوفوا المساحة اللي انا مسموح اني اصور فيها لحد هون. هلا ليكو في عندكم ثلاث خطوط، هذا الخط الاول البرتقالي، شوفوا هذا الخط الاول اذا شايفين منيح، هذا الخط الاول البني اللي بعده بيجي خطر كتير. هلا هون مسموح شوي ممكن، بس هون ممنوع، وهون اكس. شوفوا اشارة الاكس هيك ممنوع، فانا لازم صور بهذا المحيط. شوفوا اصدقائي هذا الدبوس اللي انا حطيته، شفتوه؟ هذا محل ما حطيت الدبوس الازرق، او هون لحد هون تقريبا مسموح، لحد الدبوس هذا الازرق اللي انا حطيته مسموح، بعد هيك بصير في خطر. فالمهم مثل ما شايفين ليكو هي الاشارة الحمراء انه ممنوع انت تصور بهي المنطقة، ليكو الكتابة شايفين. فيلا اصدقائي رح نشغل الممري هلا. فمثل ما شايفين اصدقائي هلا ضبيت الطائره انا تمام، ورح انطلق لهونيك على الغابه ونصور لكم سويا. فهلا مثل ما شايفين اصدقائي انا داخل الغابه السوداء، رجعت جبت ريد بول معي، وهلا هي علبه الطياره مثل ما شايفين. رح طالع الطياره منها واخذ الممري، لانه انا تركته للممري موجود. هذا هو مثل ما شايفين، رح صور لكم اياه، شايفينه؟ هذا الممري اصدقائي اللي راح نكتشف شو فيه موجود بداخله. وهي اللابتوب انا جبته معي، فهلا راح نبدا ونقول بسم الله نشغل هيك. يلا، بس في شغله كثير مهمه انا جايبها معي، لانه بدونها نحن ما بنقدر نشتغل شيء ابدا. شو هي يا انصاري؟ راح فرجيكم اياها. هي القطعه، هي القطعه على فكره كثير غاليه، شايفينها؟ هي مشان تقرا الممري، فنحن راح نحطها بجنب اللابتوب هون. وهذا الممري شايفين وين بتحطوه؟ بتحطوه بهذا الجنب هيك هون، تمام. هلا بنشغل اللابتوب وبنقول بسم الله. يلا اصدقائي خلينا نشوف شو في موجود داخل هذا الممري. يلا هيك شايفيني تمام 100%. يلا، او ليش نحن خلينا نحط هي على الكرتونه، نحط اللابتوب هون هيك. تعال قرب شوي هيك الكاميرا، ما بعرف اذا انتم شايفين، خلينا ننزل شوي. فمثل ما شايفين اصدقائي شغلنا اللابتوب ورح نكتشف شو فيه بداخله. يلا خلينا نشرب الريد بول اللذيذه. تمام، هلا هون بنحط كلمه سر اللابتوب، لا حدا يشوفها، لا كلمه سر، حدا شافها؟ ما حدا شافها الحمد لله. هون في عنا هلا، شوفوا هي اشتغلت مثل ما شايفين، اشتغل الضوء تبعها، يعني قرأت الممري. فخلينا ندخل عليه للممري ونفرجيكم شو في بداخله. وينه الممري؟ مثل ما شايفين اصدقائي هلا رح ندخل على قرص السيل اللي هو موجود هون تمام، ونستكشف شو في موجود داخل هذا الممري. هي دخلنا على القرص، بنقول بسم الله شو في موجود جواته، نتفرج. هذا شو هاد الفيديو؟ ما بعرف انا. هذا الفيديو تبعي اللي انا كنت عم صوره تمام، هذا ما لنا شغل فيه تمام. هذا الفيديو اصدقائي ما لنا شغل فيه هلا، هذا انا كنت مصوره. فخليني اشوف هذا الفيديو الثاني شو هو. هذا الفيديو كمان انا مصوره، هدول بعرفهم يعني انا مو هن. وهذا الفيديو هذا تبع الطائره. فخلينا نشوف هدول جداد، هدول اليوم تصوير اليوم اصدقائي. فنحن بدنا تصوير ما قبل تاريخ اليوم. خلينا ندخل على حرف الاف. اوه لا يوجد، ليش؟ طب ندخل على حرف اقراص الاي. بسم الله، يلا هون هون اصدقائي يا رب. مو موجود والله، ليش يا ممسوح؟ والله ممسوح كل شيء قديم تصور فيها اصدقائي، مثل ما شفتوا ممسوح كل شيء. والله العظيم عم حاول دور انا، ما بعرف يعني انه في شيء مو صح بالموضوع، فما بعرف معقوله ندخل على هذا المجلد. خلينا نجرب اخر محاوله وندخل على هذا المجلد. كمان مو موجود والله.
طيب على مجلد الاف، الاف غير موجود. في شيء اصدقائي مو طبيعي بالموضوع. الممري ما عم يعرض اي شيء تصور من زمان، وهو كان في شيء موجود هون بالممري، انا متاكد 100%. هذا الممري اصدقائي انت حجمه كتير كبير، انا جايبه يعني الحجم كبير جدا. ليش؟ مشان قد ما صورت مقاطع ما امسح منهم شيء ويضلوا محفوظين دائما مدى الحياه يعني. فهذا الممري ذاكرته كتير قويه، فكل شيء فيديوهات انا كنت مصوره من الشيطان وقت اللي سرق للطياره وماضي ما في شيء، كله ممسوح والله العظيم، كله ممسوح يا اصدقائي. وين الغريب بالموضوع يا انصاري؟ الغريب بالموضوع انه مو انا اللي ماسحهم، اذا انا الطياره امبارح لقيتها صح ولا لا؟ امبارح ولا اول امبارح انا لقيتها، فانا مصور فيها اليوم 3 فيديوهات. ليكن هدول هن 3 فيديوهات موجودين مثل ما شايفين، راح اعمل لكم زوم عليهم. هلا في طريقه انا بقدر اعمل لاصدقائي استرجع كافه الملفات اللي انمسحت من اول ما صنعت الطائره لليوم هاد، كل شيء تصور فيها بقدر انا رجعه. كيف يا انصاري؟ لكن هلا ما فيني لانه لازم اروح على البيت انا ونزل برامج اختراق وما بعرف شو استرجاع وشغلة طويلة يعني، فبعدين انا بسترجعون وبعرف مين اللي اخده، هو كان ساحر او ان كان شيطان او ان كان مخلوق غريب ما حدا بيعرفه، الله اعلم. فهلا ما لا اقدر استكشف، انا مثل ما شفتوا اصدقائي والله ما في غير هدول 3 فيديوهات اللي مصورين بالطيارة، هدول انا اليوم مصورون، هدول انا مالي شغل فيهم، انا بدي كل شيء قديم من اول ما انصنعت الطائره لليوم هاد. فهلا الشيء الوحيد اللي رح يعمله انصاري اني انا اروح على البيت ان شاء الله واستكشف، وبعدها بس لاقيهم للفيديوهات بشوفهم انا وياكم مع بعض وبنشوف الغموض وبنشوف الاثاره اللي رح تكون موجوده داخل هدول الفيديوهات. اللهم سلم وان شاء الله ما يكون في شغلات كتير مخيفه. وهيك اصدقائي هلا انا بتمناكم تكونوا قاعدين كلياتكم معي بهي القعده، ريد بول دائما كالعادة يعني، وهلا رح اقعد هون هيك اتسلى شوي، العب لعبة هيتمان بما انه هذا الفيديو انتهى اصدقائي. فانا بعتذر اني ما قدرت لاقي الفيديوهات لانه هذا الشيء مو بايدي وما بعرف مين اللي ماسحهم الصراحة، فان شاء الله المرة الجاية بس لاقيهم للفيديوهات رح صور لكم اياهم. واصدقائي انتظروا المحتوى الجديد اللي جاي ان شاء الله. هلا هيك انا بعتبر اني ختمت قصة المقبرة كلياتها كاملة، لا عاد في شيطان والشيطان اختفى ما عاد انوجد، وحتى هون بالغابة مثل ما شايفين انا صار لي فترة قاعد لا في شيطان ولا في شيء الحمد لله. ما بعرف يمكن هي الساحرة اللي أنا حكيت معها هي طردتهم بتتعامل معهم، بعدتهم عني إنه انتهت القصة خلص، لا أقرب عليهم ولا يقربوا علي. فالحمد لله إنه خلصنا هي السلسلة ورح نبدأ بسلسلة تانية كتير قوية ورح تتفاجئوا فيها حبايب قلبي. لا تنسوا تدعموني باللايك، واللي أول مرة عم يشاهد قناتي أنا أنصاري يضغط على زر الأحمر الاشتراك، فعل زر الجرس حتى تصلوا كل فيديوهاتي. وأخيرا أصدقائي انتهينا من سلسلة شيطان المقابر والغابة السوداء، وإن شاء الله رح نبدأ بالسلسلة الجديدة. إلى اللقاء.